السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله تعالى التوفيق في هذا الدرس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أول ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أنه شرع في بناء المسجد، فقد جاء الملأ من بني النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقلدي السيوف، يحيطون به من كل جانب. فلما نزل النبي عندهم قال لهم: يا بني النجار ثمنوني بحائطكم، يعني اطلبوا ثمن هذا البستان، المراد بالحائط البستان. وكان هذا البستان أو الحائط فيه خرب سويت وقبور نبشت ونخل قطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمنوني بحائطكم يا بني النجار. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل يا رسول الله. الحاصل، وإن كان ثم هناك أقوال في أن بعض الشباب الذين كان لهم جزء من أرض المسجد أخذوا ثمنه بإصرار من النبي عليه الصلاة والسلام، والمشهور أن النبي قال لبني النجار: ثمنوني بحيطكم. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد كقاعدة له في مدينته صلوات الله وسلامه عليه. فكانت أرض المسجد قبور قد نبشت وخرب سويت ونخل قطع. فصف النبي صلى الله عليه وسلم النخل في القبلة وجعل عضادتيه من حجارة، يعني جوانب المسجد من حجارة، وأعمدة المسجد من خشب النخيل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة مع أصحابه ويحمل لبنة، يحمل الصحابة لبنة لبنة، وعمار يحمل اللبنتين لبنتين في بناء المسجد، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نحمل لبنة لبنة لبناء المسجد، وعمار يحمل لبنتين لبنتين، يعني حجرين حجرين، والنبي يقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. شهد أن الرسول أذن كان ينقل معهم الحجارة ويحمل معهم، وينشدون أثناء بناء المسجد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ولا شك أن المسجد قاعدة انطلاق في أي مكان، وقد علم أعداء الله ذلك، فمن ثم فإنهم يوحون إلى أوليائهم أن يغلقوا المساجد ويقللوا جدا من فتحها إلى ساعات الصلوات حسب، وذلك لأن المسجد يجتمع فيه أهل الفضل وأهل الصلاح فيتناصحون ويتذاكرون. ولقد قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمسجد ملتقى لأهل الصلاح، ملتقى لأهل الفضل، ملتقى للعباد، ملتقى لمريدي الاعتكاف. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. كان الفقراء يبيتون في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع يقال له الصفة، وكان يقال لهم أهل الصفة، هم الفقراء الذين ليس لأحدهم كبير دار.
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص له مع المسجد الحرام فضائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. والمعروف أن التضعيف قاصر على مسجد رسول الله في المدينة، أما سائر المدينة فأجر الصلاة فيها كأجر سائر الصلوات، أما مكة فكلها حرم على رأي جمهور العلماء، قد سبق بيان الاستدلالات في ذلك. في مسجد رسول الله الروضة قد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اليمين عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاجرة الكاذبة بعد صلاة العصر الذي يحلفها يلقى الله وهو عليه غضبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال رسول الله أيضا: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فهي خير ما تعمل إليه المطي وتساق إليه الإبل. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي فيه بين الناس أحيانا، ويرتب أمور المسلمين أحيانا، ويجيب على أسئلة السائلين عليه الصلاة والسلام وفي مسجده، وفيه يتلى كتاب الله، وكما أسلفت فيه يلتقي أهل الصلاح أهل الفضل، فيه يستوي الصغير والكبير والغني والفقير، فالمصلي الفقير بجانب الغني لا يميزهما شيء، لا يقال للفقير ابتعد فأنت فقير وللغني اقترب وأنت غني اقترب لقربك، إنما يسود فيه الجو الإيماني: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمسجد خطوة عظيمة من خطوات الدعوة إلى الله وبثها ونشرها، فعلى مريد الدعوة إلى الله أن يؤسس في بلدته مسجدا، أو على الأقل يعمد إلى الالتقاء بالصالحين في المساجد، فمنهم يستقبل النصح والتوجيه، وبالاقتداء بهم ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات. وكما أسلفت، كان النبي يقضي في المسجد ويعلم الجاهل، وأحيانا كانت تقسم أموال الصدقات في المسجد. فالمساجد لها رسالة عظيمة على كل مسلم أن يراعيها. إذا أول ما فعله النبي في المدينة بعد قدومه، أو من أوائل ما فعله النبي بعد قدومه، أنه أمر ببناء المسجد وساهم في بنائه صلوات الله وسلامه عليه. وكان توصيفه كما سبق هو في الأصل قبور نوشت للمشركين وخرب سويت ونخل قطع، فجعلت النخل في قبلة المسجد، والجدران من الأحجار، والأعمدة من النخيل، والسقف وكذلك من النخيل ومن الخشب. فشهد أن النبي بنى هذا المسجد، وجاء أبو بكر فلم يغير شيئا فيه، وجاء عمر فوسعه، إلا أنه كان على نفس بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء عمر فبناه بناء قويا بالأحجار والقصة، وجدده عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد تكلم بعض الناس في تشييد عثمان للمسجد، فقال عثمان: أراكم قد أكثرتم، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. فمن طرائق الدعوة إلى الله أن تفتح المساجد وأن يلتقى فيها بالصالحين، وأن تؤسس المساجد فيها ملتقى لأهل الفضل والصلاح من الرجال فيما بينهم، والنساء فيما بينهن،
هذا وبهذا القدر أجتزئ. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.